بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنلعب بألعاب الأطفال. هنجرب مع بعض لعبة البلاي دو مصنع البونبوني سويت شيبي. في البداية هنعجن مع بعض شوية ألوان مختلفة، هنبرمهم على شكل التعبان، وبعد كده هندخلها من فوق في المصنع البونبوني. دلوقتي هنخلي الصلصال الأزرق على شكل تعبان، وهنعمل نفس الحركة في الصلصال الأصفر، ونتأكد ان الاتنين على نفس الطول، وبرضو الاتنين في نفس الحجم. هنعمل نفس الحاجة في كمان لونين، اللون الأحمر واللون الأبيض. هناخد الألوان دي دلوقتي وهنلفهم على بعض، وهيكون شكلهم كده بالظبط، وشكلها هيكون عامل زي لحم الخنزير المقدد. وعشان يمسكوا في بعض لازم نبرمهم كده، وهندخله كله في مصنع البونبوني. ودلوقتي هنلف ده كده، طلعت اول بونبونية. حصل تكدس شوية. زي ما انتوا شايفين كل شوية واحدة بتنزل لوحدها، بجد حاجة حلوة قوي. لكن للأسف مش راضين ينزلوا يتزحلقوا لنفسهم، لازم نزحلقهم شوية لحد ما يتزحلقوا لوحدهم. زي ما انتوا شايفين شكل الصلصال، كور بونبوني مدورة عمالة تطلع. ممكن طبعا نعمل حاجات تانية بالجهاز ده، ده مثلا ممكن يعمل مصاصات، والفيديو الجاي هوريكوا ازاي نعملها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معنا في القناة، وياريت تعملولي لايك لو الفيديو عجبكم. تابعونا في الفيديوهات الجاية. باي باي.